وهذه البصارة يا جماعة الخير. البصارة عبارة عن فول مطحون مثل الشوربة، عليها زيت الزيتون الحر، طعمها ممتاز جدا جدا بالفطر. وعندنا المسمن في الفورماج الجبن مع العسل، مسمن مثل عندنا في الكويت الشباتي، كاسة أتاي وزيتون أكحل. يا سلام على أحلى فطور في مدينة مراكش. هذا اللي قالك طال عمرك الفطور، ما شاء الله تبارك الله، لا إله إلا الله. طبعا شوه القضبان، لا تحسبونها مع الفطور. شف 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 شف، لا إله إلا الله. مرت عليك خبزة مدهونة بالزبدة والعسل والزيت، لا إله إلا الله. تنقط تنقط، اللهم لك الحمد. شوف المدخل هني اللي اسمه الرياض، بسيط، شوف شيء راقي راقي جدا. تخيل تسكن هني، تبي تحط لك جلسة هني، تبي تحط لك جلسة ورا. شوف هذا يسمون الرياضات، أوريك بعد من داخل، بس شوف بصورك شغل عدل وممتاز. نسوي لك بس ترميم بسيط لأشياء اللي بنيناها هذه، وبجلسات وبقعدات ممتازة تصير شنو، ولا أحلى ولا أروع. طبعا المسبح لنا الحين برد، وهذه الجلسة الخارجية اللي يكون ورا كل فيلا، ما شاء الله تبارك الله. صلى الله يوفقنا وياكم. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. حمدني وعفيني عما هو يكافيني مزيداً.